فيديو حقيقي لحظة قيام أحدهم بتصوير الصاروخ الصيني التائه فوق سماء الكويت. نحن في حالة انتظار متى يسقط الصاروخ وعلى أي دولة عربية والخسائر البشرية والمادية. نشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها أول صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لونج مارش 5B الذي أثار الذعر لسكان العالم، حيث يبلغ طول الصاروخ 30 متر ويتحرك حاليا حول الكرة الأرضية مرة واحدة كل 90 دقيقة أو 7 كيلومترات كل ثانية يمر خلالها فوق الوطن العربي. وبسبب سرعته فإن علماء الفلك لا يعرفون متى سيسقط، لكن من المرجح أن يحدث يوم السبت المقبل 8 مايو 2021. يستخدم الصاروخ الصيني الأكسجين السائل والهيدروجين السائل وكيروسين الأكسجين كوقود للإطلاق، ومن المفترض أن خزان الوقود به أفرغ تماما يوم 1 مايو، لكنه يدور تحت تأثير المجال الجاذبي الأرضي وقد تحترق أجزاء منه عند عبور الغلاف الجوي. أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث من الصاروخ الصيني هو سقوط أحد أجزاء حطامه على شخص ما، ومن المحتمل أن يكون قاتلا، ولكن من غير المرجح أن يسقط العديد من الضحايا. الحطام سيندفع بسرعة 160 كيلومتر في الساعة تقريبا، لذلك قد يكون هناك أضرار باهظة للممتلكات، حيث يترقب العالم بشغف مسار الصاروخ الذي أطلقته الصين الخامس الماضي وفقدت السيطرة عليه، ومن المتوقع سقوطه في أي منطقة مهؤولة بالبشر خلال الفترة المقبلة. لكن السؤال المنتظر، في أي البلدان يمكن أن يسقط الصاروخ الصيني تائه؟ وما هي الأضرار وأين هو الآن؟ حيث يكافح علماء الفضاء لتحديد متى وأين سوف يهبط. يدور الصاروخ حول العالم ويتحرك في الفضاء دون إمكانية السيطرة عليه، مما يسبب أزمة كبرى، خاصة أن الخبراء حول العالم يؤكدون أن الصاروخ في حالة سقوطه سينتج عنه خسائر كبيرة. فقد تم مشاهدة الصاروخ التائه الصيني في مصر أكثر من مرة وفي جدة وأيضا الكويت. ربما يسقط الصاروخ الصيني على أي دولة عربية مكتظة بالسكان ويسبب خسائر مالية وبشرية كبيرة، ويمكن أيضا أن يسقط الصاروخ التائه في البحر ونقلل الخسائر البشرية والمادية، ولكن العلم والعلماء يعجزون عن مكان وقوع الصاروخ ونحن في الانتظار.